تمثل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية. تلك المبادرات ساهمت في الرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصري. تمثل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصري. المبادرة الصحية في مصر شملت أيضاً إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، لتساهم بذلك في خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنوياً، إلى جانب إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد، والتي تعد امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وإطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة. بالنسبة للمبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديث الولادة، فتتضمن إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، لتبلغ بذلك تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه حتى الآن. كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن 18 عاما. في نفس السياق، تم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة، وذلك بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن 19 مرضاً وراثياً لدى حديث الولادة. فيما يخص الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، فتشمل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين الذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لمستحقيه من حاملي بطاقات معاش ضمان والتكافل وكرامة، فضلاً عن القوافل الطبية، ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف على المواطنين في كل التخصصات الطبية بالمحافظات الحدودية والنائية. يأتي هذا فيما تم تقديم الخدمة الطبية ل338.3 ألف مواطن من خلال برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، الذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية بالمجان للأشخاص من عمر 65 عاماً فأكثر، إلى جانب العمل على زيادة أعداد متلقي العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنسبة 70.6%.